اروح لاصغر المكرمات من السيده الاولى السيده انتصار السيسي، وانتوا كمان اصغر محكمتين دوليتين. طيب نبتدي بمين فيكم، هايدي ولا ياسمينه؟ ياسمينة. طيب قولي لنا بقى ازاي قدرتوا ان انتوا تبقوا اصغر محكمتين دوليتين في كره اليد؟ ايوه احكي لي بقى المشوار ده. احنا كنا بنلعب هاند بول عادي، بيبقى سننا صغير. بعد كده حبينا نتجه للتحكيم، ما كانش فيه ساعتها منتخب سيدات في الوقت اللي احنا قررنا ان احنا عاوزين نكمل في الهاند بول، بس فقررنا ان احنا عاوزين نبقى حكام. بدأنا في 2012، بدأنا بدورات هنا في مصر، نجحنا احنا الاثنين. بعد كده هي تقريبا كوتنيتش تمت 16 سنة في 2012. انتوا مش توأم برضو عشان مش توأم. يعني شكلكم وهيئتكم ولبسكم يقول ان انتوا توأم. لا بس لا، انتوا انا مش كبيرة، توأم، انا انت كبيرة. كبيرة. بس بعد كده بقينا حكام قاريين في 2014، رحنا امتحنا الاختبارات في توجو. وفي 2015 عشان نبقى دوليين مش بتتاخد من اول مرة، لازم نروح تيست وبعد كده نروح يعني جي ار تي بي مرة اولانية ومرة تانية. رحنا الاولانية في 2015 والمرة التانية في 2017، و2018 اول كأس عالم لينا. والله يعني شرفتوا مصر بجد. طيب هايدي، يعني واضح انه الموضوع مش سهل وفي تحديات كتير، خاصه ان ده بتعملوه بجانب دراستكو. ياسمينه خريجه صيدله وانت خريجه اعلام، فهي يعني كليات مرموقه برضو. ازاي بقى قدرتوا تتغلبوا على كل التحديات اللي بتقابلكم؟ كان ايه ابرزها؟ هو بالنسبه للدراسه احنا كنا يعني من احنا صغيرين اتعودنا ان احنا هنخلص مذاكره عشان التمرين، يعني احنا حابين التمرين، يعني حتى واحنا بنلعب فاحنا بنخلص مذاكره عشان عايزين نروح التمرين، بنخلص مذاكره عشان نروح نتفرج على الماتشات. فده كانت حاجه موتيفيشن لينا، ما كانتش حاجه بتعوقنا او حاجه بتعطلنا عن المذاكره. هو التمرين على طول هو الحاجه اللي بتخلينا يعني اللي هو يعني اللي هو عشان تنجحوا في حياتكم العمليه بالظبط كده. بس الصعوبات كانت ان احنا اول حكام بنات، فدي كانت حاجه، واحنا بنحكم في دوري محترفين رجال، فطبعا الموضوع كان اللي هو لا سننا نقف عند صغير. الحته دي بقى، احكولي بقى. لا اصغر، انتوا اصغر محكمات بنات وكمان بتحكموا في مباريات رجال، ايه بقى التفاعل، ايه رد الفعل، ومحكمين نهائي دوري محترفين رجال السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها. ايوه ولسه محكمين اهلي وزمالك الاسبوع اللي فات كمان مباريات يعني قمه. طيب احكي يعني نعرف برضو رد فعل اللعيبه الرجال ايه لما بيلاقوا اتنين محكمات. في الاول خالص احنا اول ماتش لينا درجه اولى رجال محترفين كان في 2015، فطبعا كان اول اكسبريشن انتوا معكوش حد كبير، انتوا جايين تعملوا ايه هنا؟ طبعا. وبعد كده اللعيبه، في لعيبه كانت تعرفنا من واحنا لعيبه ومش يعني متفرجين على اللعبه، احنا فعلا بنحب الهاندبول، ففي لعيبه كانت تعرفنا. بس اثبتنا نفسنا بالوقت، يعني اول ماتش ده عدى على خير. انا متذكره كان في صاله اليابل الشروق، كان الاولمبي مع هيليليدو، كان ماتش هبوط، يعني دي كانت بدايتنا اصلا اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، احنا رايحين على ماتش كريتيكال للفرقتين. عدى على خير، وبعد كده بدانا نثبت نفسنا. يعني بدا يبقى في ثقه ما بيننا وما بين اللعيبه بالوقت. وانتوا حكمتوا في الاولمبياد اللي فاتت مش كده؟ انتوا وصلتوا ما شاء الله القمه يعني.